أطباء الأسنان حبايبنا وإخواتنا، أوعوا تروحوا دولة المكسيك، لأن المكسيكيين ما بيحبوش مهنة طب الأسنان خالص، وفي المكسيك كل 100,000 مواطن قصاده 10 أطباء أسنان بس، يعني المكسيكيين ما بيحبوش يدخلوا كلية طب أسنان ولا يدخلوا عيالهم طب أسنان، يعني عزيزي طبيب الأسنان، أوعى تفكر تروح المكسيك وتفتح عيادة هناك، لأنك مش هتاكل عيش. لو حضرتك حبيت تروح شواطئ اسبانيا وقعدت انت وابنك الصغير تعملوا قلاع من الرمل، ولو حضرتك نسيت وبنيت قلعه هيتقبض عليك وهتدفع غرامه 150 دولار، لان مجلس مدينه بنيدروم بيحذر كل رواد الشواطئ من الكلام ده. لو حضرتك سافرت ايطاليا وحبيت تربي كلاب، خلي بالك لازم تعمل الحاجه دي والا هتدفع غرامه كبيره جدا، والغرامه دي بتوصل ل 500 دولار امريكي، والحاجه دي هي انك تمشي الكلاب بتاعتك 3 مرات في اليوم، ولو حضرتك مشيتهم مره او اتنين برضه هيطبق عليك الغرامه. يعني لو سافرت تورينو في ايطاليا لازم تمشي الكلاب بتاعتك 3 مرات في اليوم والا هتدفع الغرامه. جيران حضرتك هيتصلوا بالشرطة وتيجي تاخدك. لو حضرتك سافرت النرويج واشتغلت هناك في أي شغلانة هتاخد يوم لحد أجازة، واوعى تفكر انك زي مصر هنا يوم الأجازة بتعمل فيه كل اللي انت عاوزه. لا يا صديقي، الناس في النرويج ما بيهزروش، انت ممنوع عليك تعمل أي نشاط يوم الراحة اللي هو يوم الحد، وإلا هتعرض نفسك لعقوبة. حتى لو فكرت انك تقص الحشيش اللي في الجنينة بتاعتك ده بيعد نشاط مخالف، وجيران حضرتك هيتصلوا بالشرطة وتيجي تاخدك. يعني لو سافرت النرويج يوم الحد اللي هو يوم الأجازة ما تعملش أي نشاط في بيتك نهائي، وياريت تبلغ المدام لأنها هتشغل الخلاط في المطبخ والناس هيسمعوه ويجوا يقبضوا عليكم. لو حضرتك سافرت دولة سنغافورة ولا مؤاخذة تفيت في الأماكن العامة، بيعتبر الموضوع ده أمر غير قانوني وبيتم تغريمك 1000 دولار سنغافوري، يعني تقريبا 757 دولار أمريكي، وده طبعا في أول تفة، لكن حضرتك لو كررت الموضوع وتفيت تاني في الأماكن العامة الغرامة بتتضاعف. يعني انت لو قاعد في الاماكن العامه في سنغافوره وحضرتك عندك برد كتر المناديل في جيبك والا هتتعرض لعقوبه. لو حضرتك سافرت اليابان وفضلت تاكل ووزنك زاد ده هيعرضك لغرامه، والاشخاص اللي مسموح لهم يتخنوا بس هم اللي بيلعبوا مصارعه السومو، وفي اليابان بيقيسوا محيط الخصر للناس اللي اعمارها من 40 ل 74 سنه، ولو محيط وسط الراجل عدى 85 سنتي ومحيط وسط الست عدى 89 سنتي في الحاله دي هتتعرضوا لعقوبه. يعني لو سافرت اليابان حاول تقلل اكلك شويه، هتبص تلاقي الشرطة بتقبض عليك وهتوجه لك تهم جنائية. لو حضرتك سافرت دولة تايلاند وطبعا غيرت فلوسك من المصري للتايلاندي، ولا قدر الله لو وقع منك عملة تايلاندية على الأرض، ولا قدر الله برضو دوست عليها من غير ما تاخد بالك، تايلاندي بيعتبر اللي انت عملته ده كارثة ومصيبة وعمل إجرامي، وهو انك دوست على العملة بتاعتهم سواء بقصد او بغير قصد. ولو ده حصل معاك يا صديقي هتبص تلاقي الشرطه بتقبض عليك وهتوجه لك تهم جنائيه، وده لانهم بيحترموا الملك التايلاندي اللي صورته موجوده على العمله بتاعتهم. يعني لو سافرت تايلاندي خلي بالك وحافظ على العمله بتاعتهم واوعى توقعها في الارض. القانون هناك محترم قوي ومؤدب قوي قوي قوي. القانون هناك ما بيسمحش للناس تمشي عريانه او تمشي بالملابس البكيني الا في شواطئ المدينه بس، لكن لو حد خالف القانون وعمل كده يعني مشي في شوارع المدينه عريان او بالبكيني، القانون الاسباني من ادبه واحترامه بيوقع عليهم عقوبه 300 دولار امريكي. ايه الناس المحترمه دي؟